السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الإخوان أينما كانوا جميعا. كيف ما كنعرفوا أن بزاف تاع الناس وبزاف تاع الشباب كيبغوا يغيروا الحياة ديالهم فيما هو أفضل، وهذا ماشي عيب. كيفكروا في وسائل لأنها تخليهم يهاجروا لأوروبا بطريقة قانونية وخا مكلفة، ولكن كيفضلوها من أنهم يغامروا بنفسهم في البحار. الموضوع ديال اليوم الإخوان وهو العقود الموسمية. كيف ما كنعرفوا العقود الموسمية فيها 3 سنوات ديال العقد اللي كتوفر لك الأوراق، ولكن الأوراق ديال 3 سنين فقط. بالنسبة للإخوان اللي كيفكروا بهذه الطريقة هذه، باش أنهم يجوا على أساس عقود عمل، وكنتكلم على الديار الفرنسية، كنتكلم فقط على الديار الفرنسية حيتاش هي اللي فيها هاد العقود هادو اللي فيهم هاد الإشكال اللي بغيت غادي نتكلم فيه اليوم. أول شيء الإخوان كيتسلفوا ويتكلفوا على نفوسهم باش أنهم يوفروا 10 مليون أو 12 مليون أو ما شابه ذلك، باش يجي لأوروبا باش يغير الحياة ديالو فيما أفضل. أول شيء نصيحة لأي أخ تفكر بهذه الطريقة هذه، قبل من ما يأخذ شي قرار يسول على فين بغي يحط رجليه، واش فعلا هاد العقود هادو كيف ما حنا كيسحب لنا غادي يخرجونا من الفقر، غادي يخرجونا من يعني نولي ما هو افضل، يعني نزيدو القدام. دير في بالك اخي اختي، الى تسلفتي وتكلفتي على راسك ووفرتي هذا المبلغ هذا وما استثمرتيش مثلا في بلادك، كن اكيد ما غاديش دير شي حاجه في بلادات الناس. هذه نقطه اولى. النقطه الثانيه، هذا العقد العمل اللي كيسحب لك انه مزيان هو اللي غادي يضمن لك الحياه ديالك فيما أسوأ. باش نبسط لكم اكثر، العقود العمل الموسميه، يعني موسميه، ركزوا على هذه النقطه انها موسميه، يعني عندها واحد الاجل محدد، يعني فيها الوراق إيه ماشي ما فيهاش الوراق، ولكن كن اكيد ما غاديش تخدم مع شي واحد من غير داك السيد اللي جابك. يعني 3 سنوات هو مجبر وانت مجبر كذلك انك تخدم عنده هاد البيريود هادي، وخاص كل 3 شهور تنزل للمغرب باش انك تسيني شي وريقات عاد باش ترجع عاوتاني. شحال من واحد كيتلاقى مع هاد الصماصرة هادو اللي كيجيبوا لأوروبا، اللي كيضمنوا لك هاد العقود ديال العمل. وانا كنركز على هاد الكلمة اللي تنقول صماصرة، يعني الهدف ديالو انه يعمر الجيب ديالو لا اقل ولا اكثر، ماشي الهدف ديالو انه يوفر لك معيشة مزيانة. انت اصلا ما كتهموش، كيهمو الجيب ديالو، كيهموش شي حاجه اخرى من غير هادشي، الجيب ديالو اللي كيهمو. اول شيء خاص تعرفوا وهو هاد العقد العمل اللي خاصك اول حاجه تقراه وتبحث عليه مزيان، اللي كيوفر لك فيه السكن، كيوفر لك فيه العمل لمده 3 سنوات، وكيوفر لك فيه حتى اي حاجه مزيانه لك.
شحال من واحد غلط كيدير معاه السيد، يدير معاه 3 شهور ولا 4 شهور، تيقول لي اودي غادي نخدمك 3 شهور ومن حقك انك تونجي الوريقات ديالك وهذا هو الغلط. كتجي على اساس غتغير الحياه ديالك، كتجي فرحان، ولكن من بعد 3 شهور من العمل ديالك معاه كتفاجأ ان داكشي كامل اللي قال لك غير صحيح، حيتاش ما سولتيش، ما بحثتيش، مع العلم ان عندك كاع الوسائل اللازمه باش تبحث على راسك وتسول على راسك. لهذا اخي اختي ننصحكم قبل ما تفكروا بهذه المساله هذه، وفي هذه المساله هذه خاصني نبحث ونعرف راسي فين نحط رجليا، ماشي نخسر فلوسي غير هكاك. شحال من اخ ومن اخت وكنعرفهم شخصيا طاحوا في هذا المشكل، اللي جاو للضيال الفرنسيه وعدوهم باش يخدموهم، خدموهم. كاين واحد الاخ خدموه، ماشي ما خدموش، ولكن حتى الخلاص ما شدوش، الخلاص ديال داك الايام اللي خدم ما شدهاش، ولو يعني واخا في العقد العمل مدرج فيه السكن، تفاجأ انه تيخلص السكن مع الاخوه اللي معاه تقريبا 4 ولا 5 الناس، كيخلصوا كل واحد 200 اورو ولا 300 اورو للفرد. يعني بلاصة مثلا خارجة على المدينة وتكري بهذا الثمن هذا، يعني ما كيناش. هذه أول نقطة. النقطة الثانية كيستغلوا الفقراء وكيستغلوا الإخوان اللي ما عندهمش مساكن باش أنهم ينصبوا عليهم ويحتالوا عليهم، حيتاش أنا تنعتبر هذا الشيء كامل احتيال، لأن ملي الإنسان ما كيقولكش الواقع، ما تيقولكش بلا راه عندك 3 سنين فقط وخاصك كتسمى حراق، يعني ملي غتجي مثلا ما تكون عندك لا خدمه لا ردمه وما عندكش الحق تخدم عند شي واحد اخر من غير داك اللي جابك. هذه خاصنا نركزوا عليها مزيان، الله يجازيكم الخير، هذه ركزوا عليها مزيان. راه ما عندكش الحق انك تخدم عند شي واحد من غير هذاك اللي جابك. ومن هذا المنبر كنقول الاخوان الله يجازيكم بالخير، وإياكم ثقوا في هاد الإخوان هادو، ثقوا في هاد الناس، في هاد السماصرة اللي فعلا ما تيخافوا من الله وما كيعرفوش بلا راه داك الفلوس اللي كي ينصب على ناس ما فحالهمش راه كياكل في حداته على العافية. وكنوجه لهم رسالة من هاد المنبر، تنقول لهم اتقوا الله في الاخوان ديالكم، اتقوا الله في الاخوان ديالكم، راه هذا الشيء راه بزاف. ونضيف لكم واحد القضيه، وهو هاد العقود هادو راه كيتعطاو فابور، يعني ما كيتعطاوش بداك الثمن اللي كت باش تشريوهم، يعني كيتعطاو فابور حيتاش اصلا الناس محتاجين اللي يخدم ليهم. يعني مادام انت محتاج اللي يخدم لك، علاش غادي تبيع الكونترا مثلا؟ يعني هذه ديروها في بالكم، يعني راه كطيحوا عام على السماصيره ماشي مالين شيء. وعاوتاني واحد المساله نضيفها لكم، اي واحد قال لك انجيبك لفرنسا وقال لك صيفط ليا عطي الفلوس للماي الدار وهذا وما عندك لا حجة عليه لا والو، نورمالمون اي واحد باغي تعطيه الفلوس اعطيه وما تعطيهش كل شيء باش تضمن راسك وتضمن راسك دي بروف اللي يقدروا يوقفوا معاك مستقبلا، باش حتى الا تنصبتي تعرف باش تحامي على راسك، باش تدافع على نفسك. انت ما عندك لا السمية لا باش صيفطي الفلوس لا شحال صيفطيني الفلوس وجاي مثلا باغي ترفع دعوة لهذا الشخص هذا، بترفع لي دعوة باش ترفعها عليه.
يعني ما عندك دي بروف. ونتمنى ما نكونش طولت عليكم، نتمنى ما نطولش عليكم، ونتمنى انكم تدعموا القناة وانكم تشاركوا الاخوان ديالكم هذا الفيديو اللي فعلا مهم ومهم لكم. وتبارك الله عليكم، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.